سبب وفاة محمد ناصر القحطاني سفير السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلا بكم متابعينا الاعزاء إن لله وإنا إليه راجعون تم نشر خبر يفيد بوفد القحطاني في مصر قالت بعض المصادر أن سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية في القلب إنا لله وإنا إليه راجعون يتولي محمد ناصر القحطاني منصب السفير السعودي محمد وي... ناصر القحطاني هو سعودي الجنسية يعمل كسياسي ويعتبر من أشهر الشخصيات السعودية في محمد بسبب هبوط حاد في الدورة الدموية في القلب وذلك أدي إلى وفاته كما ذكر أنه لم يكن مصابا بأي أمراض حيث توفي محمد وهو في أحد خطاباته في مدينة القاهرة إن لله وإنا إليه راجعون تعددت الأسباب والموت واحد سألين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة وأن يرزق أهله وزويه الصبر والسلوان وفاة محمد القحطاني الدبلوماسي السعودي في مصر إن لله وإنا إليه راجعون توفي أثناء إلقاء كلمة في المؤتمر العربي الأفريقي الذي عقد في دار حرس الحدود اليوم